الولائي للصوت الوطني للطلب الجزائريين السيد شايب ذراع محمد. مدير الجامعة الدكتور الأخضر قريم. وكافة النواب وعمداء الكليات وكل الحضور باسمه ومقامه أنرتم مكانكم بكل الود والرخاء. ونرحب بكم في احتفالية 17 من فبراير اليوم الوطني للشهيد السيد مختار عبد اللطيف راعي بأعضاء المكتب الوطني الأستاذ محمد بن الهادي الإمامي السيد مدير الجامعة السادة العمداء السادة مدراء القامات السادة نواب الجامعة والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد الحضور الكريم الذي يميز محد الأسماء والألقاب والرتب قصيد رمي العام مرافق له وكذلك مدراء الإقامات الجامعية وكذلك نائب المدير والعمداء وكذلك طلبتنا الأعزاء من الطالبات والطلبة أولا أرحب بكم في هذا الصرح الذي يحمل اسم الشهيدة الغالية على قلوبنا والعظيمة وهي حسب بن بوعلي لست مختصاً في التاريخ أريد أن أحيي سيد مدير جامعة حسيب بن بوعلي على هذه الاستضافة ومنحنا هذه القاعة من أجل إحياء هذا النشاط المهم من خلاله أحيي جميع أسر جامعية جامعة حسيب بن بوعلي هنا بشكل أحيي أيضاً إخوتي في المنطقة التنفيذي الولائي على رأسهم على رأس المنطقة التنفيذي الولائي ومسؤول تنظيمه وأقوال مكتبه ومسؤول روحه وجميع منخرطات ومنخرطي الصوت الوطني المعرب الجزائريين أحيي كل من يحضر في هذه القاعة باسمه وصفته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما التاريخ؟ لا تزال بموقعنا وعواتنا وخيراتنا وشعبنا سنزل طوال الإفتاح وستزال بسلامة ومعنا كيف سأل الإسلام هنا؟ سنزل بلا ما تقول لي انا سالم انتهى من هذه الثوره
تنساش بالخبر.